أولاً، أكد المجلس أنه سيتم صرف نصف راتب شهر آب وبما لا يقل عن 2000 شيكل يوم غد الأربعاء، علماً بأن الجهود مستمرة لاستكمال دفع الرواتب، الأمر المتوقع إنجازه في غضون أسبوع من اليوم. ثانياً، تقليص إضافي في نفقات الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء وزارات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، وبما يشمل على وجه الخصوص وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات والمصاريف الإدارية، وخاصة المتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية لحين تجاوز الأزمة المالية. ثالثاً، تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وهو الحد الأدنى الممكن حالياً، وذلك اعتباراً من 1/10/2012، واستخدام الوفر الناتج عن التقليصات المذكورة علاه للتعويض عن النقص في الإيرادات المترتب على هذا الإجراء. رابعاً، إعادة أسعار كل من الديزل والكاز وغاز الطهي إلى ما كانت عليه في نهاية شهر آب اعتباراً من يوم غد الأربعاء، والتعويض عن النقص في الإيرادات الناجم عن ذلك من خلال الاقتطاع من رواتب الفئات العليا في كافة المؤسسات الرسمية بما يشمل الوزراء ومن في حكمهم في الفئة الخاصة وبشكل متدرج حسب مستوى الدخل. خامساً، تشديد الرقابة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية من خلال آليات لتحديد هامش الربح بما ينسجم مع هذه التوجهات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وذلك بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيز التنافس في الاقتصاد الوطني. سادساً، استكمال الحوار بشأن الحد الأدنى للأجور وبما يفضي إلى تحديده في موعد أقصاه 15/10/2012. سابعاً، دفع كافة الاسترددات الضريبية لقطاع الزراعة خلال أسبوعين، وإعطاء الأولوية للمعاملات المستقبلية التي تخص هذا القطاع. ثامناً، أكد المجلس على حق شعبنا المطلق في التعبير عن رأيه بكافة الوسائل السلمية والديمقراطية، وأدان بشدة كل أعمال الفوضى والاعتداء على الممتلكات الخاصة والمنشآت العامة وأفراد الأمن، والذين أبدوا كل الحرص على ضمان وصون حرية التعبير وعلى حماية الوطن ومؤسساته،